المسلم بطبيعة حاله يسعى دائما لكسب الحسنات وتكثيرها عند الله سبحانه وتعالى. ونحن مقبلون على يوم عرفة، أفضل يوم في السنة. بحثت كثيرا فلم أجد أفضل للذكر في هذا اليوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعض السلف كان يقوله يوميا 5000 مرة في يوم عرفة، وبعضهم كان يقوله 10000 مرة. فالزم هذا الذكر. الطريقة الذكية، طب أنت يمكن تقوله 5000 مرة ويخلص اليوم. الطريقة الذكية أن تنشر هذا المقطع وتجعل غيرك يقول هذا الذكر، وكل من طبقه قاله 1000 2000 5000 مرة يكون في ميزان حسناتك بإذن الله سبحانه وتعالى. فاشغل نفسك واشغل غيرك بأن يذكر الله ويكون في ميزان حسناتك وحسناته بإذن الله سبحانه وتعالى.